قوي. وتذكرنا قديما كانت تحسبها صح مقالة طويلة شوي يعني مقالة، ثم اختصرت إلى بوست بسيط أو قليل الكلمات، ثم بعد ذلك قناة من القنوات صرنا نطلع في رمضان حوالي 13 مرة نتعرض للقيم من خلال الحديث. هذا نوع من أنواع التذكير. التذكير نوعين، تعرف مباشر وغير مباشر، اللي هو كوسيلة طرح بدءا. فالمواضيع السنة هذه هي، شوف، التواضع، الصبر، التغافل، حسن الخلق، هي ثابتة، لكن كيف تأتي تقولبها وتقدمها بشكل جميل. هذه الفكرة. فالسنة هذه أخذت بعض المواضيع اللي ربما لاحظنا أنها شوي قلت عند الناس، مثل مثل قلنا الغضب، يعني لما تمر محكمة الأحوال الشخصية تجد حالة طلاق يعني تؤلمك لأسباب ما هي يعني غير مقنعة مثلا. طيب لما ترجع تعالج أصل المشكلة، شوف، بداية لابد إحنا هنا المشاهدين المشاهدات لازم تشعر أنك رقم موجود في وطنك أيا كان هذا الوطن، السعودية بما أن في المملكة العربية السعودية أو في الخليج أو في غيره. أولا استشعر مسؤوليتك، نتفق. فإذا استشعرت مسؤوليتك بديت تتحرك بما آتاك الله من قدرات ومعارف. كل إنسان الله أعطاه قدرة، الكاتب قلمه، والمقدم مثلكم من المتميزين بصوته وبكاريزما اللي عنده، كيف يوصل للمشاهد ويخليه يقبل. يعني لما نذكر زمان الشيخ الطنطاوي، المسند، كيف كانوا؟ كان كل واحد له شخصية ودخل قلوبنا وقبلناه. وهكذا أنت، اختيار الوسيلة قلنا لا بنخليها حول 3 دقائق مفصلة، اللي تابعها يلاحظ أنه كل دقيقة فيها نقلة، كل دقيقة فيها نقلة، بحيث أنه يكتفي بالدقيقة هذه ويغلق، هو خلاص أخذ ما يريد. النقلة الثانية كذلك، النقلة الثالثة كذلك. أيضا الطريقة الطرح المبسطة، يعني التقعر أحيانا في اللغة العربية يعني متعب، ليس متعب، لكن أنا أخاطب مجتمعي بشكل مهم عندي هنا، فنعطي اللغة البيضاء، وإحنا نتكلم الآن يفهمها السعودي والمصري والجزائري والمغربي والباكستاني، كل من يعرف اللغة العربية يفهمها. بهذا اخترت العناوين، أيضا بالمواقف اللي تحصل لي. يعني مثلا في ثاني أو ثالث يوم من رمضان كنت عند الإشارة، جاء واحد دخل بطريقة قوية، فجاني عاد الشيطان فرصته، ضخ، كيف يدخل قدامك؟ واتذكر أنه أنا صاحب حسبها صح، فما هي بحلوة في حقك، فتذكرتها وقلت لا، نستهدي بالله سبحانه وتعالى. قلت أنا ما أعرفه، ليس عدوي عشان يدخل قدامي. وهذا دائما خلنا نفكر فيها، اللي يدخل قدامك أو بيدخل يبقى في الخط، ترى مو عدوك، ما بينك وبينه موقف صار، اتركه يا أخي، مرش المشكلة، يعني اشتر راحتك. التغافل، أحيانا في بيوتنا نحصل في أخطاء معينة، أنه نمسك خطأ على طفل، من له الحسنى فقط ومن الذي لا يخطئ قط؟ ترى طبيعي، حنا وإحنا صغار سوينا بهلنا شيء ابن بروسهم، الله يرحم من مات ويحفظ من هو على قيد الحياة. فأتت هذه المواضيع بناء على ما نشاهده في المجتمع. أنت ابن بيئتك، ادخل وسائل التواصل، شوف الهاشتاقات الموجودة إيش هي في الديوانيات، وتنبثق المواضيع من بعضها، والحمد لله. أسأل الله أن يوفقنا ونقدم الخير ونقدم شيء ولو بسيط ردا لجميل هذا الوطن الذي أعطانا الكثير، فواجب علينا جميعا أن نعطيه بما عندنا من مهارات، بصوتك، بحديثك، ما استطعت بصمتك. الله يكتب أجرك أبو شهد ويجزاك خير. أنت قبل